يتمدد في المفرد بين الكلمات. هذا صخر يضيء بين أهله ويعيد لودائع اللغة أو لودائع اللغة نشيدا تتلاحم فيه يدان. الأولى نحت يشتهي اللغة، والثانية أوراق يحرقها السؤال الفلسفي. الشاعر كريم الصامتي أستاذ الفلسفة والباحث في الفلسفة أيضا والنقد المقارن، له مشاهد وألفاظ فنية في مجال رياضة الكرة، فليتفضل إلى دوائر يمه الشعري. السلام عليكم. أولا لا بد أن أرحب من التحق بنا حالا كبيرا دكتور طارق الطيب، مرحبا بك الكريم. أستاذ اللغة العربية ابن منطقة سعيد، هنا نطق القلب، هنا نطق القلب، تحية أستاذ طارق. وأيضا لا يمكن أن أرسل مرحبا الأستاذ عبد بشرى مدير النشر دار الوطن للطباعة والنشر الصحفي لجريدة الحروف. وكذلك مرحب بالأستاذ أطراف السيفة أليس السويلح المحامي لهيئة فاس، فنرحب بحضور المحامي. وشاية سفر هذا السفر وشاهي ألف عام من الكتمان. الآن ثورة الوشاية وكأن الخطايا تتالت ندما من نحيب وبكاء. الصمت استعار فمي، لم يبقى غير كلمات ترتب قصائد الرحيل، تخيط حروف العزاء من جدائر العويل، توشح الحلم الجهيل بأكثال المدى، توغلين في أعماق العمى ما عادت تهيم بك القصيدة وحيا بالهزيع البهيم. ليروي شهوة الغياب في دروب الحبر، في حالة الشروق تشتهين أجنحة للخيال. شكرا الشاعر كريم الصامتي على امتداده، ودام لك النظر والغوايه.